السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في قناتكم قناة جيولوجيا العرب، معكم أميرة أشرف. إن شاء الله في البداية أحب أهنئ الطلاب اللي تم ترشيحهم لكلية العلوم جامعة القاهرة. طبعا كلنا عارفين إن الطلاب اللي جايين من الثانوية العامة لسه فريش، فكل واحد فيهم حزين، أو فينا يعني عموما كان حزين على إن هو ما حققش حلمه سواء دخل طب أو هندسة. ولكن إن الطلاب اللي التحقوا بكلية العلوم في أي جامعة من جامعات مصر ما خسروش حلمهم، لا بالعكس، هيتحقق لهم حلم كبير جدا في حياتهم جديد. ربنا هو اللي اختاره لهم، فأكيد اللي ربنا لما يختار حاجة لينا بتبقى أحسن بكتير من الحاجة اللي احنا اخترناها أو اللي احنا حاطين عينينا عليها. يعني لأن كلية العلوم أصلا في كل الجامعات من الكليات العريقة جدا، وبالأخص في جامعة القاهرة في كذا فرصة كتيرة إنك تتعلم صح، إنك تدرس صح، إنك تحقق حلمك صح، إنك تتأسس صح. فبالتالي احنا ما خسرناش حاجة خالص يعني لما دخلنا كلية العلوم، وانتوا كمان مش هتخسروا اي حاجة، بالعكس، لا هتضيفوا للآفاق بتاعتكم ولتفكيركم معلومات كتيرة جدا يعني فوق ما تتخيلوا. يعني كلية العلوم فيها اكتر من شعبة، من خلالها هتدرس مواد كتير جدا في تخصص انت تحبه، تخصص انت تبدأ تقرأ عنه، تبدأ تقرأ عن الكلية بتاعتك قبل ما تروح، هتاخد شوية معلومات كده بسيطة ان هي تؤهلك انك تختار بعد كده وتتعمق بعد كده. طبعا كلنا بيبقى عندنا خطوات ماشيين عليها، فاحنا في سنة أولى بنبقى تايهين شوية لحد ما بنتعود بقى ان احنا خلاص كبرنا ولازم نعتمد على نفسنا وكده، فما تتضايقوش من حاجة زي دي. يعني إن شاء الله دلوقتي هقول لكم الموقع بتاع الكلية فين بالظبط. طبعا أكيد مش محتاجين أقول لكم فين القاهرة، يعني إحنا كلنا عارفين القاهرة فين. فآدي كلية العلوم أهي بالظبط، تعتبر في السنتر بتاع المكان. يعني بسم الله، دي كلها جامعة القاهرة، أدي القبة أهي ما شاء الله يعني جميلة. أي حد يتوه يدخل على جوجل ماب ويكتب العنوان اللي هو عايز يروحه، وبكل سهولة هيوصل ليه زي ما أنا ما كتبت كده، وظهر لي ما شاء الله التوبوغرافي بتاع المنطقة جميلة جدا. فجامعة القاهرة ما تتوهش، ومعظم الكليات حوالين بعضها أهي، فالكامب بتاعها كبير جدا. فأنت عشان ما تتوهش ما تقولش كلية العلوم، يعني انت خلاص المترو عندك اهو ما شاء الله، لو انت جايب المترو فهتنزل المحطة بتاعة الجامعة تمام قصاد الكامب اهو بتاع الكلية، هو البوابة بتاعته هتلاقيها جنب كليات اعلام ودار العلوم وما اعرفش ايه وكده. انت تسأل وانت داخل من البوابة، لو انت جاي من عند المترو هتسأل تقول انا عايز اروح القبة اهي، القبة اهي كلية العلوم بتاعتنا خلف القبة على طول. وانت ماشي كده هتفضل تتفرج بقى على الجامعات اللي حواليك وتشوف الجناين بتاعتها وتتصور مع كل جامعة شوية. خلاص احنا لسه ناس جديدة بقى كده، نضحك وكده وناخد الموضوع بكل حب وأريحية علشان الموضوع يمشي معانا زي الفل، ما نتنشنش كده من البداية ونكون متضايقين، لا ده احنا جايين متضررين، الجامعة دي مش بتاعتنا، مش مكاننا، احنا عايزين نمشي من الجامعة دي. لو فضلت الفكرة دي في بالكم مستحيل تكملوا في الكلية، أو لو كملتوا مش هتكونوا متفوقين فيها. فبالتالي لازم خلاص نشيل كل الطاقة السلبية اللي عندنا ونبدأ نجدد طاقتنا ونشوف أحلامنا الجديدة هتبقى عاملة إزاي. تمام، بعد ما خلاص عرفنا إحنا هندخل منين، سواء جايين من المترو أو جايين من عند الطريق الأساسي، هتطلع دي البوابة الرئيسية أهي في وش الجامعة على طول، في وش جامعة القاهرة، هتمشي كده دي الجنينة جميلة أهي، تمشي الشارع ده على طول هتلاقي جميع أقسام كلية العلوم حوالين إيديك. وانت داخل من هنا هتلاقي المجلس الأعلى بتاع الجامعة، كلية الحقوق الأول وبعدين المجلس الأعلى بتاع الجامعة أهو تمام. وبعدين يا سيدي هتلاقي كل أقسام علوم المختلفة. طبعا احنا هنتكلم عن الأقسام باستفاضة، ولكن دلوقتي بس بنشوف الأماكن بتاعتنا فين.
ادي مبنى الكليه اهو، لو شفنا هو هتلاقيه عامل لي هنا الاوبشن بتاع الكليه، ده اول مبنى للكليه. تمام، الكليه ليها اقسام كتير، 10 اقسام متقسمه على المباني، هما هنا مقسمينها يعني عادي ممكن تاخد في محاضرات في اي مبنى من المباني، يعني في اي قسم من الاقسام. مثلا هنا قسم علم الرياضيات، تمام، او قسم الرياضيات عموما، هنا قسم الكيمياء، ماشي، ده قسم الفيزياء، تمام، ده كان قسم النبات القديم، تمام، ده قسم الحيوان، اوكي، ده قسم علم الحشرات. فكل دول يعني من اول هنا، دي ودي 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 ودي، ده كله كلية العلوم. شوف كلية بالمباني العريقة دي كلها، ولسه لما تشوف المباني ده هنا بس جايب لنا التوبوغرافي من فوق، صورة كده لمحة للقمر الصناعي لكل الكلية على أرض الواقع، مش المبنى الأساسي ليها، تمام، يعني مش قصدي مش الطول بتاعها يعني. يبقى هنا بصوا دي كلها ما شاء الله ما شاء الله كده 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 كلية العلوم. حلو، يبقى لو احنا جايين من المترو وانت داخل هتقول انا عايزه ادخل عند القبه، تمام، تمشي كده كده طولي طولي طولي، تخرم من اي حته كده هتوصل فين؟ عند الكليه. حلو، المبنى الرئيسي للكليه فين عشان ما انتوش ده؟ تمام، هنا اهو، اوكي، دي كل الكليه. ادخل الحته اللي انت تحب تقعد فيها وعيش حياتك بقى، تمام. لو صغرنا شوية هنلاقي هنا ملعب أهو، وهنا كده في كذا كافيتيريا كده في المنطقة، وفي كافيتيريا مجمعة لكله، تمام، فهنلاقي مكان نرتاح ومكان نذاكر ومكان نقعد، فالمنطقة تبقى حلوة بالنسبة لنا يعني، محدش يتضايق إن هو هيبقى من مكان تاني غير القاهرة يعني، لأن ما تلاقوش فيه سكن، وفي مدن جامعية معاكوا إنكوا تسكنوا جنب الكلية عادي. بعد ما اتكلمنا عن المكان بالظبط ليها، خلاص هو خلف القبة على طول، نسأل عن القبة وندخل على طول. هقول لكم ايه النظام بتاع الكلية عموما. اول حاجة حابة اقولها ان الكلية، اي كلية او جامعة في مصر بيكون ليها لوجو او شعار خاص بيها، ده بيكون على الورق الاساسي اللي انت بتستلمه من الجامعة. انت لو عايز ورقة رسمية من الجامعة وما كانش عليها الشعار ده، مستحيل، لو انت واخد الورقة لحاجة رسمية مستحيل تتقبل، تمام. فبالتالي انت لازم تكون متأكد ان تكون متأكد ان شعار الجامعة بتاعتك موجود على الورق بتاعك، ده اللوجو بتاع الكلية. يعني اي جامعة ليها شعار خاص بيها او لوجو خاص بيها، واي كلية ليها شعار خاص بيها. حلو كده، دي شوية صور للكلية. طبعا احنا قلنا في مباني كتير يعني، بس دول شوية صور يعني للمكان. دي تقريبا المبنى الإداري، ده مبنى الكلية، ما هكذا يعني، ده مبنى قسم جيوفيزيكس تقريبا، مش عارفة، بس هو عدة مباني يعني للكلية متأكدة منها. بعد كده أقسام الكلية لجامعة القاهرة، في 10 أقسام بداخل الكلية. يعني ايه 10 أقسام؟ يعني وانت في الكلية كده هتلاقي والله تسمع كده ناس تقول لك انا قسم رياضة، انا قسم فيزياء، انا قسم كيمياء، انا قسم جيولوجيا، انا قسم علم حيوان، انا قسم علم نبات، انا قسم علم حشرات. يعني هتلاقي كل واحد كده مختلف في الكلية، مع ان بيكون بتجمعكم مواد يعني مشتركة كده، هنعرف ايه هي المواد اللي ممكن تجمع دي الناس الاكبر منكم يعني. بس لازم تكون كده عندك معلومة اساسية ان كلية علوم جامعة القاهرة فيها 10 أقسام، الجامعات التانية تقريبا فيها 6 أو 7، مش تقريبا، ده أكيد 6 أو 7 يعني. احنا اتكلمنا عن جامعات كتير الفترة اللي فاتت، بس النهاردة ما شاء الله جامعة القاهرة من أكبر الجامعات العريقة لكليات العلوم في مصر، فالأقسام هنا متميزة جدا، متقسم بداخلها 24 تخصص، يعني 24 تخصص، أكيد واحد من التخصص دول هيحقق أحلامكم، هيخلوكم دكاترة ومهندسين في التخصص بتاعكم. فإحنا عندنا 10 أقسام أساسية اللي هم دول: قسم الرياضيات، قسم الفيزياء، قسم الكيمياء، قسم الجيولوجيا، قسم علم الحيوان، قسم علم النبات، قسم علم الحشرات، قسم علم الجيوفيزياء، قسم الفيزياء الحيوية، قسم علم الفلك والفضاء والأرصاد الجوية. طبعا كل قسم من دول في اللي خاص بعلم علوم وفي اللي خاص بعلم رياضة. تعال دلوقتي نشوف انت كطالب خريج ثانوية عامة علم رياضة او علم علوم، ايه التخصصات ونظام الكلية ايه؟ بصوا حلوين، نظام الكلية
أصلا ماشي بنظام الساعات المعتمدة، وأي جامعة عريقة دلوقتي في مصر ماشية بالنظام ده. تمام، نظام الساعات المعتمدة ده هنتكلم عليه بعدين باستفاضة. هو أصلا نظام لذيذ كده، يعني بيتاح عليك إنك ما تخش ترم أول وترم تاني، والناس اللي تشيل في الترم الأول تسقط الترم الأول تبقى لازم تعيد السنة من أولها. لا، ده نظام سهل كده اللي هو بيخليك تدرس المواد اللي أنت عايزها بساعات معينة، يعني بيحول الدرجات لساعات، بس هنتكلم عليها بعدين. يعني انت طالب فرقة أولى لازم تكون عارف إنك بتدرس 7 مواد، ال7 مواد دول ب 18 ساعة معتمدة في الحدود دي، يعني عشان انت لازم تتخرج من الكلية وانت عارف يعني ايه الحاجات دي، بس انت هنعرفها بالتفصيل. يعني المهم انت طالب سنة أولى بيبقى عندك 3 مواد منهم إجباري. ليه بقى؟ عندك اصلا مواد، ال7 مواد دول بتدرسهم عشان يأهلوك للسنة تاني، طبعا 7 في الترم الأول 7 في الترم تاني، مش كده يعني. فانت لازم تكون متميز وتجيب التراكم بتاعك عالي جدا علشان تقدر تدخل الشعبة او التخصص اللي انت حابه من الاقسام ال10، تحتهم 24 تخصص، فانت تخصص من سنة تانية، ففي سنة اولى لازم تكون واد ناصح كده وعارف انت بتاخد ايه، وتختار صح، تختار المواد اللي تأهلك لانهي قسم، وبالتالي لازم تقرأ عن الجامعة وتقرأ عن التخصصات اللي موجودة بداخلها. فانت اول 3 مواد بيكونوا اجباري ب3 ساعات معتمدة. يعني ايه؟ في مواد انت خلاص طالب علمي، يعني كلية علوم كلية علمية، تمام، فبيبقى عندك لها في مواد ليها مواد فيها مواد ليها محاضرات، وفي مواد ليها سكاشن. المحاضرات دي الحاجة النظري، يعني الكلام النظري اللي هيتشرح، العملي التطبيق ليه، فبيكون عندك ساعات مادة بساعات 2 مثلا، والسكشن بتاعها ب3 ساعات، المحاضرة ساعتين والسكشن 3 ساعات، فبنحول الساعتين ديت اللي بنقول عليها ايه، 2 ساعة معتمدة كده. السكاشن بتبقى 1 3 ساعات، دول بتاخد 3 ساعات زمن، بيبقى بيعادلوا 1 ساعة معتمدة، بس احنا قلنا هتكلم عن الكلام ده بعدين. علم الرياضة وعلم علوم بياخدوا نفس المواد، ال3 مواد دول مشتركة ما بين علم الرياضة وعلم علوم، بتدرس يا اما رياضة او كيمياء او فيزياء. تاني حاجة، مادتين اختياري بيأهلوك للقسم اللي انت حابه، ونركز أرجوكوا في الحتة دي، لأن المادتين اللي انت هتختارهم هما اللي هيخلوك تنحصر بعد كده في القسم أو الشعبة اللي انت حابب تدخلها، بيخلوك تنحصر في القسم أو الشعبة اللي انت حابب تدخلها. فانت لو حابب وليكن قسم معين منهم، تشوف القسم ده ايه، وتسأل ايه المادة فيهم اللي اجيب فيها امتياز او جيد جدا يخليني ادخل القسم الشبه اللي انا حاببه. فانت لو طالب مواد اختيارية تحتك علم رياضة، يا جبر او احصاء يا ميكانيكا وجبر، يا جبر او احصاء يا ميكانيكا وجبر، تمام، تختار منهم 2، هتختار من الـ4 دول 2، والـ2 اللي انت هتختارهم دول هيفتحوا لك الشعب اللي انت هتدخلها في سنة تانية. تاني هو عشان ما حدش يتوه بعد كده يقول لي يا ريتني دخلت اخدت ماده كذا وكذا، تشوف انت متميز في انهي مادتين من دول وتاخد. وما تقلقش يعني، حتى الموضوع لو صعب عليك الدكاتره هيسهلوا عليك كل حاجه. مواد اختياريه علم علوم فقط يعني، تمام تمام اللي هي حيوان او نبات او حشرات او بيولوجي او بيوفيز، نبات حيوان حشرات بيولوجي او بيوفيز، وبرضه بتختار مادتين فقط. لو حسبنا كده هنلاقي ان دول 5 مواد، الـ3 منهم اجباري على علم الرياضه وعلم علوم، واثنين منهم اختياري لعلم رياضه، واثنين منهم اختياري لعلم علوم. الاثنين الاختياري لعلم رياضه بتختار ما بين 4 مواد، والاثنين الاختياري لعلم علوم بتختار ما بين 5 مواد، تمام. في بقى مواد مشتركه لعلم الرياضه وعلم علوم، انت والله ممكن تختار مادتين من، يا اما جيولوجيا وجيوفيزياء، يا اما جيولوجيا وفلك، يا اما جيولوجيا وفلك، او جيوفيزياء وفلك، فلك كده يعني، تختار ما بين الاثنين، تمام. يعني لازم تختار ما بين دول مادتين وما بين دول مادتين، ماشي. بعد كده بيبقى لك 4 ساعات في الترم، يعني ترم او 2 طبعا في الترم الاول، واثنين في الترم الثاني، وهكذا يعني متقسمين على الاثنين. ويقصد ب4 ساعات دي اللي هو 4 ساعات معتمدة، يعني يا بمادتين بيبقوا مادتين، تمام. يطلق عليها المواد المتطلبات، اللي هي سواء انت علم رياضه او علم علوم، المتطلبات دي بيسموها متطلبات الخاصه بالكليه او خاصه بالجامعه، زي مواد بقى عاديه كده اللي هي جيولوجيا، سوري مش جيولوجيا، انجليزي، حاسب،
بتبقى مواد خاصة بأساسيات الكلية، يعني إنجليز واحد إنجليز اتنين على حسب أنت كلية إيه، بس هي متعارف عليها في كل الجامعات إن بيبقى فيه مواد متطلبات، وبنصحكم يعني إنكم تاخدوها في سنة أولى عشان تسهلوا عليكم الأمور، يعني تقسموها يعني على سنة أولى ترم أول وترم تاني. بعد كده بقى هنتكلم عن تخصصات الشعب بداخل الكلية. أنا قلت لكم في البداية إن ال10 أقسام فيهم 24 تخصص، يعني 24 شعبة متقسمة على حسب رغباتك، سواء أنت علم علوم أو علم رياضة. تعالوا بقى نشوف إيه الشعب اللي هتتفتح لك لو أنت اخترت المواد اللي سواء بتاعة علم رياضة وعلم علوم صح. أول حاجة طلاب علم علوم ليكوا 7 شعب، 7 شعب أساسية خاصين بعلم علوم فقط، ليكوا شعب تانية بس هنتكلم عليها بعدين عشان تبقى مصدرة. 7 شعب أساسية لطلبة علم علوم فقط، اللي هي كيمياء، كيمياء وحيوي، ده بيسموه قسم مزدوج، بتدرس فيه كيمياء وكيمياء حيوي، يعني قسم اسمه ايه؟ كيمياء كيمياء حيوي، تمام؟ كيمياء كيمياء ومايكروبيولوجي، كيمياء وحيوان، كيمياء ونبات، كيمياء وحشرات، بيوفيزياء منفرد، جيولوجيا منفرد. كيمياء كيمياء حيوي يعني اكيد لازم تكون درجة الحيوان بتاعتك عالية ودرجة الكيمياء عالية، تمام؟ كيمياء كيمياء ومايكرو نفس النظام، بس تقريبا درجة الكيمياء عالية والنبات هي العالية، يعني ممكن لازم تكون جيد جدا حاجة زي كده. كيمياء حيوان برضو النبات عالية، بيقارنوا درجتك في الحيوان كانت كام اساسي، وهنا برضو نبات اساسي. كيمياء وحشرات هكذا وهكذا، للبايو فيزياء والجيولوجيا لازم تكون جايب درجات نهائية في الجيولوجيا، وبرضو حيوان معاها عشان انت هتختار ما بين جيولوجيا وحاجة، يعني ما انت عليك اساسي، مش احنا قلنا فيه 3 مواد اساسي هنا، رياضة فيزياء كيمياء، رياضة فيزياء رياضة كيمياء فيزياء، فبيشوفوا درجة الكيمياء بتاعتك هنا كام وبيقارنوها بالمادة الأساسية التانية اللي أنت اخترتها. يبقى صعبة علم علوم 7 عشان ما نتوهش، ونركز أبوس إيدك علشان التراكم بتاعك يكون عالي في المواد الاختيارية اللي أنت اخترتها، هو اللي بيحدد الشعبة مع درجة النهائية بتاعتك في المادة الإجباري اللي أنت أخدتها. في بعد كده 9 شعب لعلمي رياضة، 9 شعب لعلمي رياضة، في أقسام منفردة برضو وأقسام مزدوجة. الأقسام المنفردة اللي هي علوم حاسب منفرد، رياضة منفرد، بتدرس كل علوم حاسب منفرد، بتدرس كل علوم الحاسب، يعني انت مثلا لو انت ما لحقتش حاسبات ومعلومات يبقى هناك، يعني هتلاقي عندنا في علم في علوم اقسام بداخل علوم الحاسب دي ومواد رهيبه تحقق لك كل اللي انت عايزه، تمام؟ في رياضيات منفرد تدرس كل حاجه خاصه بالرياضيات، في رياضه وعلوم حاسب الاثنين مع بعض يبقى يساعدك هناك عايز تدخل الاثنين، في رياضه واحصاء، في رياضه وفيزياء، رياضة فيزياء كل اللي انا بقولهم دول، يعني رياضة علوم حاسب مزدوج، رياضة واحصاء مزدوج، رياضة فيزياء مزدوج، في فلك منفرد، فضاء منفرد، رياضة وفلك مزدوج، احصاء منفرد. يبقى المعلوم 7، علم رياضة 9، وقدامك اهو عشان ما تتوهوش وما تنسوش تقرأوا معلومات عنهم عن الشعبة، مش عنهم بقى ما اقصدش كده، لا احنا هنتكلم عنهم بعدين، انا اقصد تقرأوا تسألوا الناس الأكبر منكم، أنتوا شايفين مواد إيه سهلة مواد إيه صعبة وإيه القسم اللي أنا أرتاح فيه. طبعا هم مش هيقولوا لك إيه غير ميولهم هم الشخصية، فأنت لازم أنت اللي تختار بنفسك إيه المواد اللي أنت حاببها عشان تدخل القسم اللي أنت عايزه، ما تقولش ده أنا دخلت قسم معقد، تمام؟ بعد كده بقى في 8 مواد مشتركة، مش مواد سوري، 8 شعب مشتركة لعلم علوم وعلم رياضة بالاضافه، ايه يعني ما تقوليش ان انا ايه ده ال 24 ماليش فيهم غير 7 علم علوم ازاي؟ ال 24 ماليش فيهم غير 9 علم رياضه ازاي؟ لا، انتوا في 8 مشتركين ما بينكم انتوا الاثنين، يعني طالب ثانويه عامه علم رياضه وعلم علوم ممكن الاثنين يدخلوا الاقسام دي، ودي ميزه حلوه لو انت مثلا علم علوم وعايز تدرس بتحب الرياضه مثلا، بتحب الفيزياء شويتين مش رياضه قوي يعني عشان مش هتلاقي حاجات رياضه كتير في المواد دي. كيمياء منفرد، تمام، تدرس كل حاجة خاصة بالكيمياء، شوف بقى علوم الكيمياء قد ايه. كيمياء وجيولوجيا يعني تدرس علم الكيمياء وعلم الجيولوجيا كمان، لو انت بقى عايز تتعمق في حاجتين وهتشتغل في حاجتين، يعني تخصصات الشغل بتاعتك برضو هتبقى ليك شغل في كيمياء وليك شغل في جيولوجيا، فانت هتبقى ما شاء الله يعني الدنيا مفتوحة معاك. كيمياء وفيزياء مزدوج، فيزياء وفلك، فيزياء علوم جوية، كل دي أقسام مزدوجة، تمام؟ كيمياء وجيولوجيا، كيمياء وفيزياء،
فيزياء فلك، فيزياء علوم جوية، فيزياء منفرد، جيوفيزياء منفرد، كيمياء وحشرات. يبقى شعبة مشتركة لعلم رياضة وعلم علوم 8: كيمياء منفرد، كيمياء وجلوس مزدوج، كيمياء وفيزياء مزدوج، فيزياء وفلك مزدوج، فيزياء علوم جوية مزدوج، فيزياء منفرد، جيوفيزياء منفرد، كيمياء وحشرات مزدوج. بعد كده دي كل الأقسام اللي أنت أو الشعب اللي أنت هتتخصص فيها من سنة تانية. عايز أقول لكم في معلومة بسيطة كده، بالإضافة للأقسام اللي إحنا قلناها ال 24 قسم، في تخصصين خاص. يعني إيه خاص؟ يعني تدفع فلوس وتدخل اللي هي البرامج الخاصة بداخل الكلية، اللي هم متاح العلم علوم المرضى. أنت خلاص أنت هتدفع فلوسك بقى، فأنت هتصرف يعني. فأنت في شعبة اسمها علوم البترول الجيولوجية والبايو تكنولوجي. علوم البترول الجيولوجية والبايو تكنولوجي، الشعبتين دول من سنة أولى، مش بتشغل دماغك بقى بإيه مواد اختياري ومواد إجباري، لأ أنت هيبقى ليك موادك خاصة بيك، علشان أنت إيه دافع ومكلف يعني، صارف يعني. فمش هيتعبوك كمان إنك تتخصص من سنة ثانية، لأ أنت هتتخصص من سنة أولى. تتخصص من سنة أولى بليك موادك كل حاجة، وبرضه بساعات معتمدة، بس الفرق الوحيد إن أنت ده قسم خاص أنت اخترته. تمام؟ كده عشان ما تقوش مني، احنا الكلية من الأول خالص أهو، أنت طالب فرقة أولى، عندك 7 مواد، 3 منهم إجباري، 2 اختياري، لطالب علم رياضة وطالب علم علوم، وتختار ما بين طالب علم رياضة هيختار ما بين ال4 مواد دول، طالب علم علوم هيختار ما بين ال5 مواد دول. في مواد متطلبات بيكونوا 4، وفي مواد برضو مشتركة ما بين الاتنين. حلو؟ بعد كده الكلية قلنا إن هي 10 أقسام، فيهم 24 تخصص، 7 لطالب علم علوم، و7 لطالب سوري و9 لطالب علم رياضة، و8 مشتركين ما بينكم انتوا الاثنين. ما ننساش ان في برامج خاصة بتتخصص من سنة اولى مش من سنة تانية زي التانيين. تمام؟
ان شاء الله كده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا، اتمنى يكون فاتكم ولو بمعلومات بسيطة جدا، وما تهوش ان شاء الله لما تروحوا وتكونوا عارفين الحاجات اللي انتوا حابينها. بس نصيحة صغيرة في النهاية، ان انت لازم تكون مجتهد من بداية السنة لاخر السنة عشان تحس ان انت انجزت في حياتك وعملت حاجة مفيدة في حياتك. تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وشير لي عشان كل زمايلك يستفادوا زيك بالظبط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.